إذا أعزائي، لم يتبقى الكثير على انتهاء التحميل. لقد وصلنا إلى 99%، ويعني 1% فقط، ثم سوف ننتهي من التحميل من هذا الموقع Game As. سوف نجرب هذا السيرفر في لعبة Black Desert Online وسوف نستكشف معا اللعبة. إذا بطبيعة الحال هنا تجد هذه ليست الملفات بل هي سرعة النت لديك، هذه سرعة النت وليست الملفات. السلام عليكم إذن أعزائي اليونيكسس جيمر، اليوم سوف نجرب لعبة بلاك ديزرت أونلاين. سوف نستكشف معنا هذه اللعبة والتي قمنا بتحميلها من هذا الموقع الذي أمامكم هنا gamezb.net، الذي قمنا بتحميل اللعبة من هنا وقمنا بتثبيت اللعبة أيضا، وقد اكتمل التثبيت كما ترون معنا هنا. عندما ينتهي التثبيت سوف تظهر معك هذه الكلمة ريدي، أي مستعد. لذلك الآن سوف ندخل حسابنا هنا الذي سجلناه في الموقع في الفيديوهات السابقة، يعني الفيديو السابق قمت بشرح طريقة التسجيل بالموقع. إذا ندخل نفس المعلومات التي سجلناها في الموقع هكذا، ثم كلمة السر التي سجلناها في الموقع ثم اضغط على اللوجين هنا. هنا يقول لك خطأ في الاسم، سوف اكتب الاسم فقط بدون الميل. اذا وهكذا لقد دخلنا. اذا لا تكتب فقط الاسم ثم كلمة السر اللي سجلتها في الموقع. اذا هنا تظهر معك اسم الحساب الخاص بك. اذا هنا تختار، اذا هنا تضغط على ستار لبدء الدخول مباشرة. نحن سوف نضغط على ستار لنبدأ بدخول اللعبة. سوف تظهر لك هذه الخانة بعد الضغط على ستار. اذا نضغط على اكسبت ثم سوف تظهر لنا هذه الخانة، ننتظرها قليلا. اذا بدأت اللعبة في اذا السيرفر يبدو على هذه الطريقة. اذا نحن لقد دخلنا الى السيرفر الان. لدينا هنا ستارت جيم كي نبدأ باللعب، ثم لدينا هنا كيت الخروج، ثم لدينا سيتي تينك وهي الاعدادات. سوف ندخل مباشرة الى الاعدادات، وهذه هي اعدادات لعبة بلاك ديزرت في هذا السيرفر. اذا سوف ندخل مباشرة الى الصوت. اذا هذه هي اعدادات لعبة بلاك ديزرت في هذا السيرفر كما ترون معنا هنا. هنا اعدادات الصوت، اذا قمنا بخفض الصوت من اجل ان تسمعون جيدا في هذه الامور. اذا هنا لدينا هنا جنرال سيتينغ، هنا اعدادات، اذا اعدادات البروفيرمونس سيتينغ، يعني هنا تجد الجرافيك، تجد الجرافيك الذي تريده في اللعبة. هنا لدي الميديوم اي متوسط، وهذا اللو، يعني اللو هذا اذا كان لديك جهاز ضعيف دائما تختار هنا لو كي يعني تحظى باداء عالي او مناسب لجهازك. اذا كان جهازك متقدم او عالي او متوسط، فهنا اعدادات متوسطه وتختار هنا في هذه الامور. ثم هنا ايضا لدينا هنا الفيري فيري لو، ايضا هنا الجرافيك، هنا تكستر ميديوم، ثم لدينا هنا الجرافيك ايضا. هنا تختار اذا كان جهازك ضعيف تختار لو او فيري لو هنا، او لويست هنا اذا كان جهازك ضعيفا، حتى تحظى بافضل اداء في اللعبة. اذا سوف اتركها كما هي حتى نجرب اللعبة. اذا هنا لدينا خيار اخر متعلق باوتو اوبتمايزيشن، ثم هنا الكاميرا، نضغط اولا على ابلاي ثم كونفيرم. بعد ذلك اذا هذا هو شعار كما رايناه في موقعهما الخاص. اذا نضغط مباشره على ستارت كي نبدا باكتشاف اللعب. اذا هنا سوف يقول لك ندخل الاسم الذي لا يمكنك تغييره بعد ذلك، واسمه الاسم العائلي
أو غير ذلك، لأن سوف نضع اسم هنا، سوف أسميه ياسر هكذا، ثم أضغط على confirm، ثم أضغط yes. إذن وضعنا الاسم مباشرة. إذن لدينا هذه النافذة ترقص، لا ندري لماذا ترقص بصراحة. إذن هنا سوف نحاول نضغط هنا كي نجد بعض الإجابات. لدينا هنا المين سيرفر نو، لا أدري ما هذه الأمور. نختار هنا الشانل، هذه ليست سيرفرات على ما أعتقد، مجرد شانلز يعني قنوات. شانل واحد، هناك بعض الامتيازات هنا، تختار شانل هنا. هذه تبدو لي باللون الأحمر، لا أدري لماذا. سوف أختار الشانل الواحد على ما أعتقد، سوف أختار الشانل الواحد، دوبل كليك عليها ثم أضغط على إنتر. إذن هنا لدينا نافذة إنشاء الشخصيات، لدينا هنا تغيير الشخصية. إذا قمت بإنشاء، إذن هنا نقوم بإنشاء الشخصية، نضغط هنا دوبل كليك، نعم، ثم أضغط على هل تريد أن تنشئ شخصية جديدة؟ نقول نعم نعم، أو نضغط على إنتر. جيد. إذا نحن أعزائي في نافذة إنشاء الشخصيات كما ترون معي هنا. إذا الشعب الشايع كما هو موجود هنا. إذا هي تستعمل سلاح سحري، وهي بالنسبة يعني نسبة للألعاب الار بي جي، فهي تعتبر الهيلر في اللعبة، الهيلر والحماية، تقدم الحماية والهيلر يعني التطبيب للفريق، هذا هو اختصاصها. إذا هذا هو اختصاص الشاي. إذا ثم لدينا الواريور، إذا الواريور معروف بقوتهم الهجومية والدفاعية في استعمال السلاح والدرع. إذا هذا التخصص متخصص في استعمال القوس، إذا مشهور بالسرعة واستعمال القوس بشكل كبير غير ذلك. إذا لدينا بعد ذلك السورسرز، السورسرز تستعمل الأسلحة للقتال القريب، وكذلك السحر المظلم، يستعمل السحر المظلم القوي جدا في الهجومات. إذا كلاس خطير. ثم لدينا كلاس آخر اسمه لاين لان أو لاهن أو شيء كهذا. إذا كما يظهر لنا كما هو مكتوب هنا أيضا، وكما يظهر بأنها صينية تتمتع بفنون قتالية قوية ورائعة، بحيث أنه عندما تقاتل ترى وكأنها ترقص، لكنها تقوم بذبح أعدائها بشكل كبير يعني بشكل سريع. ثم لدينا هذا الشاب البريسيركر، إذا البريسيركر هم متعارفين عليهم بأنهم يحملون يعني يملكون حجم عملاق، ويقاتلون بفؤوس كبيرة جدا وعملاقة، إذا لهم قوة كبيرة، ويعني يضربون بشكل عنيف، لكنهم يعانون من مشكلة واحدة وهي المشي، يعني بطيء في المشي. ثم ننتقل الى اذا لدينا كلاس التايمر، هؤلاء اذا يستعملون قوة كبيرة تضرب عن بعد وكذلك عن قرب بقوة هائلة، ويعني بالتأكيد سيكون خصم خطير. ثم نتجه الى ولدينا هذا الكلاس الرائع وهو ستريكر، هذا الكلاس يضرب فقط بالأيدي وبالأرجل، يعني فنون القتالية، يستعمل فنون القتالية في القتال مع الوحوش مع كل شخص. إذا هذا يستعمل يعني يضرب بقوة كبيرة برجليه ويديه. ثم لدينا هذا الكلاس هو موسى كلاس، إذا في هذا يعني الكلاس يقاتلون عن قرب وكذلك عن بعد، يضربون بالقوس
هو يعني يختص بشكل كبير في القتال واحد ضد واحد كما هو مكتوب هنا. إذن ثم لدينا هنا مي هو أو شيء من هذا الاسم. إذن هم أيضا يستعملون السيف بشكل كبير. نعم يستعملون السيف، وأيضا يمكن أن يضربوا عن بعد باستعمال القوس. وكذلك هذا القسم أيضا يختص في القتال واحد ضد واحد بشكل أكبر. إذن ثم لدينا هذا القسم الذي اسمه ميستيك. إذن هذه فتاة تختص في القتال أيضا، فنون القتالية، تضرب فقط بأيديها وأرجلها بقوة كبيرة جدا. نعم يمكن أن نصنفها كونتا للكلاس ستريكر، يعني كلاهما يضربان بفنون القتالية فقط بدون سلاح. ثم لدينا هذا القسم الذي هو فالكري. إذا فالكري يستعملون السيف والضرع والسحر أيضا. كما تستعمل السحر يمكن تستعمل يعني تستعمل تضرب بقوة كبيرة جدا، وكذلك يمكن تستعمل السحر لكي تساعد حلفائها في المعارك. إذا كنت تظن بأن اللعبة فيها 12 قسم فأنت مخطئ جدا، فعليك فقط أن تضغط هنا تنزل الأسفل، مازال هناك آخرين في انتظارنا. لا لا لا، هذا شيء رائع جدا. إذا نكمل. واو، لدينا الشيء يسمى الكينيوشي، هذا الكلاس الكينيوشي. إنهم يستعملون السيف وفنون القتال والنينجيتسو. واو، يستعملون النينجيتسو في القتال والسيف، مهارات يعني قاتلة، سرعة هائلة. ايضا يستعملون كما انها تستعمل الشقلبات ايضا وغير هذه الامور. ثم الكلاس الرائع الجميل الذي نحبه او احبه انا كثيرا هو النينجا، هذا الكلاس الرائع. اذا النينجا يستعمل السيف وفنون القتالية والنينجيتسو، هذا الشيء رائع وكأنهم قاموا ب... هل هذا صحيح؟ هل انت نينجا؟ نعم انا نينجا. حسنا، رائع جدا. إذن سرعة يعني الخفة والمهارة والسرعة، وأيضا كما يعني الاختباء غير الأمور يعني، وأيضا الشقلبات وغير ذلك كما هو معروف حول النينجا. إذا النينجا يعرفه الجميع. إذا لدينا فتاة الدارك نايت أو الفارس أو الفارسة الظلامية. إذا تستعمل غالبا الرمح مع السحر، القوة السحرية مع الرمح، ويعني تقوم بتفجير خصومها بشكل مرعب جدا. هذه الفتاة فتيات قوية. نعم. ثم لدينا هنا الويزارد. الويزارد هو الساحر، ومعروفون في المعارك بأنهم يعني يدمرون منطقة واسعة يعني من الهجوم، ويقتلون عدة خصوم في وقت واحد، ويستعملون عدة قوى مثل قوى النار وقوى الثلج والرياح والضوء والأرض وغير ذلك من المهارات السحرية. ثم لدينا الرانشر. الرانشر هو بمثابة كلاس الرانجد الذي رأيناه سابقا. إذا الرانشر، الرانكد هو فتاة ثم الرانشر هو ذكر. إذا يستعملون كلاهما يستعملون القوس. نعم. ثم لدينا إذا القسم الأخير، لدينا الساحرة. إذا هذه الساحرة يعني مثل الساحر، يعني نفس الأشياء نفس المواصفات، تستعمل السحر القوي، تدمر المناطق الواسعة، عدة مهارات وغير ذلك. إذن وكذا قد انتهينا من جميع الكلاسات. إذن هناك 18 كلاس في اللعبة، تختار بين 18 يعني تخصص قبل أن تلعب. إذن سوف أختار أنا النينجا.
اذا هنا بيوتي البوم الذي ضغطنا عليه هنا. هنا يمكنك ان تحتفظ بشخصيتك وصور تلك الشخصيات التي قمت بصناعتها. انا ما اعتقد اذا نضغط هنا لكي ندري كي نعرف ما هذه الامور كلها. اها سوف نقوله لا. قال لك بانه سوف يخطر لك وجها اوتوماتيكيا تلقائيا، لكننا نريد ان نقوم بتعديله. سوف نبدا في صناعه يعني هذه الاشياء. ما هذا؟ اذا لدينا هنا تبعيد تقريب بالماوس. نعم هناك بعض الاشياء هنا الاكشن. ما هذا؟ مثلا سوف نرفع الكاميرا الى هنا كي نرى كي نحدد هذه الامور. لدينا هنا الشعر، يمكن ان تحدد الشعر من هنا. Thank you.
هو كما نعلم جميعا هي الأشياء التي توضع علامات، يعني علامات، ما هذه العلامات الغريبة؟ من يشبه وحش ما؟ أوه واو واو، انظر لهذا، انظر لهذا يا هذا، أصبحت وحشا غريبا. والله وحش غريب. لا أصدق هذا، انظر ما الذي أنشأته. سيهرب مني الجميع. هل تبحثون عني؟ هذا شيء غريب يا أخي، هذا شيء غريب. يمكنك أن تغير له اللون، ما أعتقد الأبيض، نضع أو الأبيض لنرى كيف ستبدو النتيجة. ثم لدينا، انظر لقد أصبحت وحش غاضب. ثم لدينا شيء آخر، ما هذا؟ عن بروس، نعرف ما الذي نحركه هنا. ثم هنا خيار أخير، هل تريد أن يغلق فمه أو يفتحه؟ إذا تم إغلاق اللعبة بسبب أننا تأخرنا جدا في تعديل الشخصية. إذا هنا تختار كيف يريد أن يكون تعبير وجهه، يبتسم، يقول أنه بهذا التعبير سوف تحتاجه في نهاية عندما توصل إلى الليفل الأخير. انظر لهذا عندما تكون غاضب، يعني هنا حزين، يعني تعبير وجهك كيف يبدو وجهك، هل انت حزين او تفتح فمك بكثرة؟ جيد، اذا انتهينا من هذه القائمة، وهي قائمة متعلقة بالفيس. ثم هنا لدينا البادي، قائمة البادي هنا، إذا هنا الجسد تقوم بالتعديل على جميع تفاصيل الجسد، مثلا تضغط على الصدر هنا، يمكنك أن ترفع الصدر، تنزل منطقة هنا، توسيع الصدر هنا، يمكنك التقليص. إذا نفس الشيء في جميع أنحاء الجسم، هناك الرفع، تطويل، هناك تطويل، ثم هناك تسمين والعكس في كل هذه الأجزاء. إذا نفس الشيء تعمله مع جميع أجزاء الجسم. ثم لدينا هنا خانة أخرى التي هي المسكل، ندخل إليها. هذه يعني هذه خانة المسكن، هل تريد أن تظهر عضلاتك أم لا؟ على ما أعتقد. ثم لدينا هنا الطاطو أو الوشام، الطاطو الوشام، إذا هنا أنواع من الأوشمة على ما أعتقد. هنا هناك أنواع من الأوشمة، قلب وشقلب الشخصية كي نرى الوشام. جيد،
يمكن كان تنزيل هناك الكثير من ليس هناك الكثير جدا، لكن هناك ما يكفي من الأوشمة، كل وشام في منطقته المناسبة. يبدو كأنه محروق وليس كوشام، هذا لأنني قمت بخفض الإعدادات، ربما قمت بخفض إعدادات الجرافيك ربما لهذا السبب يظهر بهذا الشكل. ثم لدينا إدت سبوت، إذا قال لك منطقة معينة تريد أن تقوم بإعادة تعديلها مثلا، سوف نضغط له على هذا العنق لكي نقوم. ما هذا؟ تدوير الرأس، هل يمكن يعني أن تقوم بتدوير الرأس هكذا؟ واو لكن ماذا يعني هذا؟ انظر لهذا، انظر لهذه الحركة. سأرفع يديه عاليا، لا ليس بهذه الطريقة، سأرفعها عاليا. هيا ارتفع الى السماء الى هنا. جيد، هذا الصوت جيد. المهم انك تختار الاصوات. ثم لدينا هنا خيار اخر، لدينا هنا كاركتر اند اكشن، سوف نختار هذا. ماذا يعني هذا؟ يعني كيف تريد ان يقف على ما اعتقد. نعم بوز، يعني كيف تريد ان يقف. يعني كيف تريده ان يقف؟ اذا هوروسكوبس يعني مثل شخصيات، يعني اظن انها مثل الشخصيات، يعني تختار هنا شخصيتك. هل انت عنيف؟ هل انت حنون؟ هنا تختار شخصيتك هنا. ثم هنا لدينا الطقس، اذا كيف سيبدو الامر؟ اذا كيف ستبدو شخصيتك في طقوس مختلفة في اللعب؟ أثناء الشمس، الصباح الباكر، الليل على ما أعتقد، يعني في الثلج وغير ذلك. واو انظر لهذا، هذه الإضاءة تبدو جميلة، جميلة جدا. إذا أظن هذا كل ما لدينا بالنسبة لإنشاء الشخصية. إذا سوف نقوم الآن بإنشاء شخصيتنا ونعود إليكم بعد ذلك. شخصيتنا قد قمنا بصنع شخصياتنا. إذا لا تنسى أن تختار هنا الشخصية، ولدينا مثلا هذا يقول لك تكون إما عبقري أو غبي. إذا اخترت هذا الاختيار، أنا اخترت الهامر فيه الشجاعة. أعطيك هنا مواصفات كل الشخصية، شجاع وغير ذلك. إذا أنت أين من الشخصية؟ ما أعتقد أخذ له صورة، أخذت له صورة، ثم سوف أضغط على creation complete، سأضع له اسم هنا، اسم الشخصية. ثم أضغط يعني يسير، ثم create connection. إذا لقد قمنا بإنشاء الشخصية كما ترى معنا هنا. أسميته شادي، ما هو الاسم؟ سوف أضغط على أنتر للدخول إلى اللعبة، إلى الدخول ونستكشف
اللعبة كيف تبدو؟ screen effect نضغط على لو نضغط على داخل هنا نخفض إعداد الجرافيك ثم next اللعبة وننتظر للدخول. بعد يتم يعني الدخول في اللعبة يعني بعض الصور الرائعة لبيئة اللعبة. ثم هنا هذا قصة اللعبة. بطبيعة الحال إذا كانت اللغة يعني لغة اللعبة بالفرنسية فسوف ترى الكتابة بالفرنسية، وإذا كانت بالإنجليزية فسوف ترى الكتابة بالإنجليزية واللغة بالإنجليزية أيضا كما رأينا مسبقا. إذا حولناها للفرنسية قليلا. بطبيعة الحال هناك لغة فرنسية في اللعبة. إذا هكذا تبدو بيئة اللعبة الجميلة الرائعة كما ترون معنا في هذه يعني فجو رائع ممتاز ويوحي بواقعية كبيرة. إذا بالضغط على اي شوب سوف ترى العديد من الاختيارات الاوبشن الاعدادات الكثيرة في اللعبة التي يمكنك القيام بها وانت في صدر اللعبة. وهذه خريطة اللعبة التي كما تراها لا يمكنك ان ترى الاماكن الاخرى حتى تقوم باكتشافها اولا. يجب عليك اولا استكشاف الاماكن الاخرى حتى تستطيع ان تراها على الخريطة. لذلك سوف تبدأ بخريطة صغيرة كما ترى، ثم بعد ذلك سوف يعني تستكشف العالم بأكمله. هذه ميزة جيدة لأنها تسمح لك باستكشاف العالم يعني تدريجيا وتستكشف الأماكن السرية أيضا. إذا كما أيضا يمكنك جمع بعض النقاط مثلا بالقيام بهذه الأمور، تجمع بعض الأشياء وجمع النقاط بهذه الطريقة. إذا جيد، جمعنا بعض النقاط. ثم إذا سوف نتجه لنأخذ أول مهمة لنا. ثم إذا نتحدث، هنا يمكنك التحدث مع شخصيات بهذه الطريقة وأخذ المهمات كما ترون. أخذ المهمات يبدو جيدا وجميلا، حتى النافذة تبدو رائعة وجيدة. إذا هكذا وهكذا أيضا كما ترى بعض اللاعبين الحقيقيين أيضا يعني يدورون حولنا هنا كما ترى. هذا لاعب حقيقي. إذا أشياء أخرى مهمة جدا وهي في الحديث مع اللاعبين الآخرين أو الشخصيات الأخرى. إذا فكما ترى معنا هنا، إذا سوف نسينا بعض الشيء هنا أو فقط تتبع السهم. إذا أردت أن تنهي المهمة فقط تتبع السهم، كما أنه حتى الحديث مع بعض الشخصيات يكون جيد. بعد الحال أيضا الحديث إذا مع يعني هذه الأشياء تبدو يعني أشياء جيدة. الحديث مع تأخذ مهمات يعني أي مكان ترى مهمة تقوم بها بطبيعة الحال، حتى أن الشخصية التي تعطيك المهمة تبدو في غاية من الواقعية. إذا نتبع السهم فقط ل القيام بمهمتنا الرئيسية. هذا لاعب حقيقي يقفز علينا هنا. أيها الوقت، كيف سمحت لك بأن تقفز علي؟ ها، إذا علينا قتل هذه الوحوش، خنازير على شكل خنازير على ما أعتقد. نعم، إذا خذ هذه أيها الخنزير الأحمق. قتال رائع. إذا هذا لقد اخترنا لكم يعني التخصص صاحب القوس الذي يضرب بالقوس بكثرة، فمتخصص بالقوس أكثر من أشياء أخرى. إذا بطبيعة الحال اللعبة تتطلب على الأقل 4 رامات، يعني 4 جيجا في الرام فما فوق كي تشتغل معك بشكل جيد. وهناك إعدادات منخفضة للعبة حتى تستطيع أن تسمح لك بيلت أن تلعب اللعبة بأقل، يعني حتى لو كان جهازك ضعيف ستستطيع أن يعني تلعب اللعبة، فقط تحتاج لبعض الرام
بعض المساحة في الرام مما يسمح لك ب يعني أن تلعب اللعبة بسلاسة. إذا هكذا نتحدث مع هذا المخلوق الغريب، هذا هو اللاب على الشيء الغريب في هذه اللعبة، المخلوق العجيب. نقتل هذا، خذ هذه، خذ هذه أيها الكلب والخنزير، وما نقتل هذا، خذ هذه، خذ. هو حركات جميلة في قتال الوحوش كما ترون معي. خذ هذه أيها الوحش اللعين، الشيء يبدو أننا أنهينا بعد، بقي لنا القليل على ما أعتقد. وكما ترون فاللعبة فيها الكثير من الأشياء الجميلة، حتى الأعشاب تتحرك من يعني من الرياح، شيء رائع. وأيضا تسمح لك بالضرب بالساقين بالركلات للوحوش، شيء جميل رغم أنني أضرب بالقوس فقط، يعني شيء مهارات جميلة. خذ هذه هي الوغط، خذ هذه. اذا اصدقائي هكذا تبدو لعبة بلاك ديزرت. اذا شكرا لكم على المشاهده.